هذا الفيديو برعاية دكان العاب. Why have you come? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معاكم مطلق جريد من فريق إكسترافا جيمينج. اليوم عندنا مراجعة وتقييم للعبة The Witcher 3 Wild Hunt. اللعبة هذه انتظرناها من مدة وشفنا لها عروض قبل ما تنزل، شوقونا لها وكنا متأملين فيها خير. بالفيديو هذا راح نقدم لكم مراجعة بشكل شامل لكل نواحي اللعبة. طبعا اللعبة The Witcher Wild Hunt من الاستوديو البولندي CD Projekt Red، صدرت 19 مايو 2015، تعتبر الثالثة من السلسلة على البي سي، اكس بوكس 1، بلاي ستيشن 4. طبعا قصة السلسلة مقتبسة من كتاب بولندي، روايات هم من كاتب بولندي. خلونا ندش معاكم بالتقييم ونبلش. اول شيء طريقة اللعبة واسلوب اللعب اكشن ار بي جي، عالم واسع جدا. تم تطوير اللعبة من سيدي بروجكت ريد مثل ما قلنا لكم. القتال باللعبة استخدام السيوف او السحر او الاسهم. أضافت لعبة أسلوب جديد مثل القتال على ظهر خيل أو تحت الماء. الغارات تتأثر على مجرى القصة والنهاية أيضا. عندك خيارات وايد راح تكون عشان تتخطى المهام. في تنوع كبير بين مهمات القصة والمهمات الجانبية. تتراوح مدة اللعبة تقريبا مثل ما وعدنا المطور إلى 200 ساعة. اللعبة تقدم نظام اختلاف الليل والنهار بشكل واقعي جدا، والوحوش تزداد قوتهم على حسب الوقت إذا كان ليل أو نهار أيضا. عالم اللعبة ضخم جدا ويحتوي على أسرار كثيرة. خلونا نتكلم عن القصة. قصة اللعبة عن الساحر جيرالت أوف ريفيا، الشخصية الأساسية في كل الأجزاء السابقة، لكن هذه المرة تتمحور القصة عليه ويخوض مهمة شخصية في أجواء وأحداث مظلمة وغامضة، وحيث يقوم جيش يسمى وايلد هانت بالهجوم على المملكة الشمالية وعلى جيرالت بالتصدي لهذا الجيش وما سببه من فوضى. الرسوم ممتازة جدا والوضوح جدا عالي. البيئة المحيطة اللاعب كأنها لوحة فنية مزوجة بألوان جميلة ورسوم وتعابير الشخصيات الأساسية ممتازة. رسم الوحوش ممتاز وبالأخص الرؤساء أو البوسز. الحين راح نتكلم عن الموسيقى أو التمثيل الصوتي. الحان اللعبة مشابهة بما قد تسمعه في أفلام The Hobbit، جميلة جدا مناسبة مع عالم وقصة اللعبة. التمثيل الصوتي جبار بشكل خيالي، وبالخصوص مؤدي صوت الشخصية الرئيسية مناسب جدا لعمر وشكل الشخصية. تقييمنا الكامل للعبة The Witcher 3 Wild Hunt هو 9.5 من 10. اللعبة هذه تسوى انك تمتلكها وتعد من افضل الالعاب على الجيل الحالي، لكن يعيبها بعض البقات البسيطة او بعض المشاكل الفنية الصغيرة. لكن قبل ما تسكرون الفيديو راح نتكلم لكم عن شيء اضافي اللي هو تعريب The Witcher Wild Hunt. تعربت اللعبة بشكل كامل من قوائم وحوارات وايضا متطلبات المهمات، لكنها ليست مدبلجة. اللغة العربية جيدة جدا إلى ممتازة، لكن المطورون اللعبة ترجموا كل شيء مما أدى إلى صعوبة استخدام القوائم الصنع والكيمياء. راح نتكلم عن التحديث الأخير للعبة أو الدي وان باتش. التحديث الأخير للعبة أضاف بعض التعديلات على الرسوم والإضاءة وظهرت اللعبة بشكل أجمل وأوضح من السابق. وعندنا لكم أيضا تنبيه مهم، اللعبة تحتوي على مشاهد ليست مناسبة للأطفال، تحتوي على العنف ومشاهد مخلة بالآداب. النسخة العربية أو الأمريكية فكلاهم يحتوي على هذه المشاهد. حاول المطورون تقليل العنف والمشاهد المخلة بالآداب بشرط أنها ما تتأثر على مجرى القصة، لكن هذا لا يعني أن اللعبة خالية من المحتوى. كان معكم أخوكم مطلق جريد، أتمنى الريفيو حاز على إعجابكم بشكل مبسط وسهل وشامل. وتابعونا بالفيديوهات القادمة، ولا تنسون الدعم بلايك وسبسكرايب وشير. مع السلامة. Don't believe you. They say you always keep your word. So tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy.